بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 99 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الأول من شهر صفر 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 50 بعد 100، أسباب حفظ الله العبد من الشرور الباطنة والظاهرة. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هذان الأمران من ألطاف حفظ الباري لخواص أنبيائه وأصفيائه صرف أسباب السوء والفحشاء الداخلية وصرف الأسباب الخارجية، ومن أراد الله به خيرا صرف عنه الأمرين اللذين هما مجموع الفتن. وذكر الله لهذا الصرف الذي هو من أجل نعمه سببين: أحدهما قوة الإخلاص من العبد واستخلاص الله له، والثاني اللهج بالتضرع والدعاء، فمن أخلص لله استخلصه الله ووفقه لفعل الخيرات وصرف عنه السوء والمكروهات، ومن تضرع له وألح بالدعاء استجاب الله له فصرف عنه شر شياطين الإنس والجن وكفاه كيد الكائدين ومكر الماكرين. ذكر المصنف رحمه الله هذه الفائدة، وهي الفائدة 50 بعد 100، وعنون لها بقوله: أسباب حفظ الله العبد من الشرور الباطنة والظاهرة. وذكر تحت هذا العنوان هذه الآية العظيمة، وهي قول الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومعلوم أن هذا السياق في قصة يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وهذه الفتنة التي تعرض لها، وهي مراودة امرأة العزيز له عن نفسه، وما تعرض له من هذا البلاء العظيم. ونقف وقفة عند هذه الفتنة العظيمة، فإن بعض الناس قد يتعجب كيف أن الله امتن على نبي من الأنبياء بأن صرف عنه الفحشاء وهي الوقوع في الزنا، مع أن هذا كثير من المؤمنين يعصمهم الله عز وجل من هذا الأمر. فإن هذا الأمر الذي تعرض له يوسف فتنة عظيمة لا يكاد ينجو منها إلا من عصمه الله. وسياق هذه القصة يدل على عظم هذا الأمر. أولا، هذه القصة ذكرها الله عز وجل في قوله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لاحظوا هذه الآية وما تضمنت من فوائد في قول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها. وراودته التي هو في بيتها، المراودة معروفة، وهو راودته على الزنا. والله عز وجل يعني ذكر هذا الأمر مع بعض القرائن العظيمة التي تدل على عظم هذا الأمر.
يلاحظ أن الله عز وجل قال راودته التي هو في بيتها، ولم يقل راودته صاحبة البيت، مع أنه قد يقال أن هذا من حيث اللفظ أخسر، لكن في هذا التعبير من كلام رب العالمين فوائد عظيمة. وراودته التي هو في بيتها، هذه مراودة من صاحبة البيت الذي هو فيه. وفي قول الله عز وجل هو في بيتها فوائد عظيمة، منها أن المراودة في بيت هو فيه وليست من صاحبة بيت هو خارج عنه. ومعلوم أن هذا قد يخشى فيه من الفضيحة في الذهاب إلى بيت ولو كانت المراودة صاحبة البيت، لكن هو في البيت، ومعلوم أن من كان في البيت فإنه يأمن يعني أكثر من الذي سيذهب إلى بيت. في قول الله عز وجل التي هو في بيتها عدة فوائد. الفائدة الأولى يعني فائدة مكانية، وهي قول الله عز وجل هو في بيتها، يعني أنه ليس بخارج البيت وإنما هو داخل البيت. أيضا هناك فائدة معنوية، التي هو في بيتها يعني هي سيدة له وهي متصرفة فيه، وهذا هو سر التعبير بقوله التي هو في بيتها، لأن هو في بيتها هنا ليس المقصود به أنه في المكان فقط، بل هو في بيتها يعني يسكن في بيتها ومأواه إلى بيتها، فهي لها سيادة ولها رئاسة عليه. فهذا المعنى يصدر ممن له رئاسة. ومعلوم أن قول الله عز وجل هو في بيتها أن هذا بمفهوم المخالفة، أنه لو خالف أنه قد يطرد من البيت، لأنه هو في البيت يسكن البيت وهو غريب لا مأوى له إلا هذا البيت. وهذه المرأة هي التي راودته، ولهذا قال بعض المفسرين فرق بين أن يطلب الرجل المرأة أو تطلب وبين أن تطلب المرأة الرجل، فهي الراغبة. لاحظوا حتى اللفظ عندما أتى الضمير وهو الضمير المنفصل للغائب وهو هو، أتى بين التي والبيت. التي اسم موصول يرجع إلى المرأة، والبيت هو بيتها، فكأن يوسف محاط بالبيت ومحاط أيضا بصلة بالاسم الموصول والبيت. وهذا تعبير عجيب في بيان تصوير القرآن لهذا الأمر، وأن هذه المرأة لها إحاطة، فجاء اللفظ أيضا يحيط بيوسف من كل ناحية، فجاء الضمير بين التي الذي هو اسم موصول يرجع إلى المرأة وبيتها، التي هو في بيتها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وطلبت منه الزنا. ثم يلاحظ التعبير بقول الله عز وجل وغلقت الأبواب، ولم يقل الله أغلقت الباب، غلقت صيغة مبالغة، وهذا دليل على شدة إغلاقها للأبواب. والتعبير بغلقت أبلغ من التعبير بأغلقت. ثم الله لم يقل الباب وإنما قال الأبواب، ولهذا قال الطبري غلقت الأبواب بابا بعد باب، وكأن هناك عدة أبواب تغلق الباب بعد الباب، وهذا دليل على أنها في أقصى ما يكون من البيت، يعني في مكان يعني أبعد ما يكون عن الخروج من البيت. وغلقت الأبواب ثم قالت هيت لك. وهذه الكلمة اختلف المفسرون في معناها، فقيل هي كناية
عن طلبها الزنا. وقيل معنى هيت لك بمعنى هيأت لك، ولهذا وردت فيها قراءات هيأت لك وهيت لك، وهذه كلها ترجع إلى عدة معاني. فالتهيئة هو تهيئة الشيء، وهذا دليل على أنها قد هيأت كل ما يلزم لهذا الأمر. وقيل أنها كانت في كامل زينتها مع هذا الاستعداد وتغليق الأبواب، وقالت هيت لك. وذكر بعض المفسرين أن هيت لك أنها لغة معروفة، ولهذا قال بعض أصحاب هذه المناطق قال هذه لغة معروفة عندنا هي بمعنى تعال. فماذا كان جوابه؟ قال معاذ الله، أول ما بادر إليه الاستعاذة بالله، إنه ربي، والرب هنا السيد، أحسن مثواي. لماذا يذكر هذا الأمر؟ هذا دليل على أن هتك العرض إساءة، وهذا لا يتناسب ممن أحسن للإنسان. إنه ربي أحسن مثواي، يعني أحسن إقامتي ومقامي في بيته، وهذا من حفظه للجميل وللود. هذه الحادثة قال العلماء فيها دواعي عظيمة للزنا والوقوع في الفاحشة. لو لم يعصم الله يوسف فإن كل إنسان مهيأ للوقوع في هذا الأمر. وذكروا من هذه الأمور أولا أنه شاب وغير متزوج، وأنه غريب، والقريب يضعف الوازع لديه لأن صاحب البلد يخشى من الفضيحة، ولهذا بعض الناس يضعف دينه إذا سافر. ولهذا كان أهل العقل والحكمة لا يسافر إلا مع صحبة ذوي فضل، لأن هذا بعد حفظ الله مانع من الوقوع فيما لا يليق. فهو شاب وهو بعيد عن أهله، وهذه المرأة هي سيدة له وهو في بيتها، وقد كان عليه الصلاة والسلام على ما هو معلوم وما وصف الله عز وجل من صفته، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسف أوتي شطر الجمال، فهو من أعظم الناس جمالا، وهذا مما يدل على شدة الرغبة فيه من هذه المرأة. ومن الأمور المحفزة لهذا الأمر أن هذه المرأة قيل أنها كانت جميلة وقد تزينت وقد جمعت بين كل الأسباب المؤدية لهذا الأمر في غيبة زوجها وسيدها. ولهذا لما حصلت الممانعة أخبر الله عز وجل أنهما ألفيا سيدها لدى الباب، يعني عند الباب، كان خارج المنزل. فهذه الأمور كلها لو تأملناها كل واحد منها لربما كان سببا للوقوع في هذه الجريمة، ولكن عصمه الله. لما عصمه الله؟ بيّن الله عز وجل هذا الأمر، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه، لاحظوا التعبير بنصرف، وأن هذا هو صرف من الله وهو فوق قدرة البشر وفوق ما يصبر عليه الناس في العادة. ولهذا أضاف هذا الأمر إلى نفسه. وإذا ضممنا هذا لقول يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، نعلم أن هذا من الله. وقول يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن دليل على عجزه
واعتراف منه بضعفه إلا بتوفيق الله، وهذا له أثر عظيم في استجابة الله للعبد، لأن بعض الناس يعتمد على حوله وقوته، ولربما حدث نفسه يوما أنه في مأمن من المعاصي لقوة إيمانه ولقوة جلده فيهلك بهذا السبب. فكلما اعتمد الإنسان على نفسه هلك، وكلما توكل على الله عصمه الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء هو كل ما لا يليق بمقامه الشريف ومنزلته العظيمة وهو نبي الله. وإذا ذكر السوء هنا مع الفحشاء فإن هذا فيه دليل على أنه تجنب كل سوء، لأنه قد يقع فيما دون الزنا، ولكن الله صرف عنه السوء وهو مقدمات الزنا والفحشاء وهو الوقوع في الزنا. وهذه أيضا منة أخرى، فإن الله عصمه من مقدمات هذا الأمر. إنه من عبادنا المخلصين، هذه الحكمة من الله لما صرف هذا الأمر عن يوسف. إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين. والعلماء في باب القراءات يقولون أن كل قراءة لها حكم الآية المستقلة، فالمخلصين والمخلصين كلاهما بمنزلة الآيتين. ولهذا ندرك فقه السعدي رحمه الله لما عبر عن هذا السبب بقوله، قال أحدهما قوة الإخلاص من العبد واستخلاص الله له. هذه فائدة عزيزة تدل على منزلة السعدي في التفسير، فإنه جمع في هذا السبب بين القراءتين، قوة الإخلاص من العبد، هذا ما ذكر في هذه القراءة وإنما في القراءة الثانية، واستخلاص الله له وهذا في قراءة، فجمع بينهما في التفسير. وكثيرا ما يورد السعدي رحمه الله فوائد عزيزة في تفسيره لا يتنبه لها إلا من اطلع على كلام المفسرين، فيجمع فوائد في عبارة مختصرة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولكن المخلصين والمخلصين بينهما تلازم، فإن من أخلص لله اصطفاه الله، ومن اصطفاه الله عز وجل فإن أعظم ما يصطفي به العبد الإخلاص، فبينهما تلازم من جهة المعنى. وهذا دليل على أن كل واحد من هذين السببين أنه من أسباب وقاية الله عز وجل العبد من الفتن، الإخلاص لله في العبادة واصطفاء الله عز وجل لعبده. وهذه الأمور لا تنال إلا بعمل واجتهاد، ولهذا كلما تقدم السن بالعابد كلما كان أبعد عن الفتن. ولهذا تلاحظ أن الشيوخ كبار في السن يعصمون أكثر من الشباب لأسباب كثيرة، منها أن هؤلاء لهم سوابق ولهم أعمال صالحة، والشاب قد لا يكون له فيقع هذا في الفتنة، وهؤلاء لهم خبرة وتجارب، والشباب ليس لهم هذه الخبرة. ولهذا لو خير شيخ كبير بين أن يخلو بامرأة أو السجن اختار السجن، كما حصل من يوسف أنه اختار السجن لما تعرض للفتنة، بخلاف الشاب
قد يقول لا أسلم من السجن وأسلم من الفتنة وأتجنب المعصية، وقد يقع. أيضا قول الله عز وجل فاستجاب له ربه، هذا سبب آخر، لأنه سأل الله قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم. فتوسل إلى الله بأمرين، بأن الله بيده مقاليد الأمور وهو الذي يصرف السوء والفحشاء، وتوسل إلى الله عز وجل بضعفه، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فصرف عنه كيدهن. وهذه دليل أيضا وشاهد آخر للفتنة، أن الأمر ما انتهى عند مراودة امرأة العزيز، بل لما اطلعنا النساء اللاتي قطعن أيديهن على ما هو عليه من الجمال عذرنا امرأة العزيز فيما كانت فيه بعد لومهن لها، فتواطأنا جميعا على موافقتها في طلبها. ولهذا بعد أن كانت امرأة أصبحت نساء، هذه فتنة عظيمة أن يكون مطلوبا من عدة نساء. ولهذا في مثل هذه الأحوال فإن الهجرة من بلد يتعرض له الإنسان في فتنة أعظم وأرجى للنجاة من البقاء. ولهذا كان من عصمة الله ليوسف دخولها السجن، وهذا فيه فائدة لطيفة، أن قد يكون دخول السجن أحيانا فيه عصمة من الفتن، يريد الله عز وجل أن يعصم عبده بالسجن أو بمرض أو بسفر لا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده لحكمة يعلمها الله. وهذا دليل أن لله حكمة وألطاف لا يعلمها إلا الله عز وجل، فظاهر الأمر هو دخول السجن، وباطنه هو البعد وإبعاده عن النساء. وكان هذا بعد أن استجاب الله عز وجل له في دعائه. قال المصنف رحمه الله هذان الأمران من ألطاف حفظ الباري لخواص أنبيائه وأصفيائه، صرف أسباب السوء والفحشاء الداخلية وصرف الأسباب الخارجية. الأسباب الداخلية وهي الأمور المحفزة للوقوع في هذه الجريمة، والأسباب الخارجية هو ما يكون من إبعاد الله عز وجل ليوسف عن هذه الفتنة، وكذلك ما كان عليه من العبادة والإخلاص والصفاء الله عز وجل. قال ومن أراد الله به خيرا صرف عنه الأمرين اللذين هما مجموع الفتن. وذكر الله لهذا الصرف هو الذي هو من أجل نعمه سببين، يعني سبب صرف الله عز وجل هذه الفتنة عن عبده له سببا. قال أحدهما قوة الإخلاص من العبد واستخلاص الله له، هذا كما تقدم جمع بين القراءتين، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الثانية من المخلصين. المخلصين هو فعل يوسف، والمخلصين هو فعل الرب، أخلصه الله يعني اصطفاه، وأخلص يوسف أي أخلص عبادته لله. وهذا دليل على عز الإخلاص، وأنه ليس بالأمر الهين، لأن الله عز وجل وصف به أنبياءه ورسله. قال والثاني اللهج بالتضرع والدعاء، كما دعا يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يتوسل إلى الله
بحوله وقوته ويعلن ضعفه، وهذا فيه فائدة أن الإنسان مهما بلغ لا يقول أنا في مأمن من الفتن. فهذا يوسف يقول أصبو إليهن وأكن من الجاهلين، وهو نبي الله، وهذا دليل على أن هذه المعصية لا تقع من عالم. ولهذا قال العلماء لا يعصي الله عالم، ولو حصلت المعصية فهي حال جهل، ولو كانت من نبي من الأنبياء، ولو كانت من عالم من العلماء. لأن من عرف ربه وعرف نفسه وعرف المآل والحساب لا يقدم على معصية، فالمعصية سعة غفلة وجهل. ولهذا قال وأكم من الجاهلين، دليل على أن هذه المعاصي لا تكون إلا مع جهل. لكن ليس معنى ذلك هو الجهل بالحكم، لأنه لو جهل الحكم لعذر، لكن هذا جهل آخر، جهل بخطورة هذا الأمر وغفلة عن هذا الأمر. ولهذا لا تقع المعصية إلا مع قوة الشهوة ومع ضعف البصيرة عن إدراك العقوبة. يعني العاقل الآن لو يتأمل كل المعاصي أن كل معصية مقربة خطوة إلى النار، وكل طاعة مقربة إلى الجنة، فكيف يطلب يعني لذة يعني قليلة ذاهبة في هذه الدنيا بشقاء أبدي؟ ما يقدم على هذا عاقل. وهذا مع وجود اليقين لدى كل مسلم أن هناك موت وجنة ونار وحساب، لا يقدم على المعصية مسلم مؤمن، لكن ساعة جهل وغفلة. ولربما يصحب هذا من الدواعي في أسباب الفتن من مخالطة النساء. قصة يوسف فيها عبرة وموعظة لدعاة الاختلاط الذين يقولون الآن إذا وجد الاختلاط أصبح الأمر عادي، منذ أن خلق الله الخليقة إلى اليوم، والرجال يتطلعون إلى النساء والنساء يتطلعن إلى الرجال، هذه غريزة لبقاء هذا النسل ولبقاء هذه العلاقة وهو الزواج بين الذكور والإناث في كل الأصناف المخلوقة. فلا يمكن أن تنتزع هذه الغريزة، ولهذا جاء الشرع بمنع أسباب الفتنة، وحرم النظر، وحرم الخلوة، وحرم مصافحة الرجل للمرأة ومس الرجل للمرأة. كل هذا من الوقاية من أسباب الفتن. والذين خالطوا النساء الليل والنهار في الغرب والشرق من الكفار ومن تشبه بهم من المسلمين ما عفوا عن النساء وأصبح الأمر عادي، بل زادت الجريمة. فهؤلاء الذين يقولون تحجيب المرأة هو مما يزيد في الرغبة فيها ولو نزع حجابها لأصبح الأمر عادي، لا، بل ستصبح الجريمة هي العادية كما يقولون، ولن تزال المرأة في عفاف وصيانة ما احتجبت وكف الرجال النظر إليها. لأن يسهل على الرجل لو كان ضعيف الإيمان إذا كف بصره وامتنع من مخالطة النساء أن يتجنب هذه المعاصي، وهذا ما يحصل لكثير من المسلمين مع وجود ضعف الإيمان. لكن إذا تجنب أسباب الفتنة عصمه الله، وإذا تعرض لها وقع فيها. ولا يقول الإنسان العاقل أنا طالب علم، وقع بعض طلاب العلم في جرائم، وقع بعض الشيوخ الكبار في جرائم، يقول أنا شيخ تجاوزت 60 و70، وجد الزنا من الكبار في السن. ولا يقول رجل أنا متزوج 2 أو 3، متزوج 4، الشيطان يزين لك الأجنبية. فسهل على الإنسان أن يتجنب أسباب الفتنة
وأن يكون في بعد عنه ولو كان ضعيف الإيمان، ولكن إذا تعرض لهذه الفتنة وحصل له الدواعي لا ربما وقع فيها. والعبرة بنبي الله يوسف الذي امتن الله عليه وأنزل هذا وحيا يتلى في هذا الكتاب في هذه القصة العجيبة. فالدعاء والتضرع من أسباب الوقاية من الفتن، ولهذا المسلم يسأل الله دائما في صلاته وفي ركوعه وفي سجوده أن يثبت قلبه على الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الإنسان عرضة للفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله بمقلب القلوب. مقلب القلوب هو الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال العلماء: ما سميت القلوب قلوبا إلا لسرعة تقلبها. في لحظة الرجل مخلص يدخل عليه الرياء، في لحظة لا رغبة له في معصية، وإذا به الشيطان يغرس في نفسه هذا الأمر. يذكر في الأخبار والقصص أن رجل جاء يرقي امرأة ما عنده نية سوء إلا أنه يريد رقيتها فوقع في الزنا، وآخر جاء ليعلمها القرآن وقع في الزنا. فالقلوب متقلبة، ولا يقول الإنسان ما دام عندي نية حسنة وما دخلت البيت لنية سوء الله يعصمني. لا، قد يتقلب القلب وقد تحصل فتنة، كلمة منها تغير ما في قلبك، أو منظر أو نظرة. فهذه القلوب متقلبة، ولهذا المسلم محتاج أن يسأل الله الثبات على دينه خصوصا مع هذه الفتن، فإن الفتن في هذا الزمان أعظم منها في تلك الأزمنة، وأصبحت يعني في متناول الأيدي وأصبحت وراء الأبواب. فيحتاج المسلم إلى مراقبة لله وتضرع إلى الله وتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب، لأن الذنوب يجر بعضها لبعض. قال: اللهج بالتضرع والدعاء، فمن أخلص لله استخلصه الله ووفقه لفعل الخيرات. هذا كما ذكرنا، الإخلاص يستلزم الاستخلاص، أن يستخلصه الله وأن يجعله من المخلصين، وصرف عنها السوء والمكروهات. ومن تضرع له وألح بالدعاء استجاب الله له، كما استجاب ليوسف واستجاب لكثير من المذنبين وتاب عليهم، فإن هذا كله بتوفيق الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيوسف صلى الله عليه وسلم لما كمل الأمرين، الإخلاص لله والتضرع له والالتجاء إليه والاعتصام به، حفظه الله حفظا كاملا من الشرور الباطنة والظاهرة الداخلية والخارجية. والله تعالى يقص علينا قصص أنبيائه ليكون ذلك عبرة لنا. والعبرة هنا أن كل من له حظ من الإخلاص والدعاء والتضرع فله حظ من حفظ الله وصيانته بحسب ما قام به من قوة الأمرين أو ضعفهما. ومن فاته الأمران أوكل إلى نفسه ولم يحصل له حفظ ولا صيانة، ووقع في فتن الشهوات والشبهات. فنسأل الله العصمة وألا يكيننا إلى حولنا وقوتنا طرفة عين، إنه جواد كريم. ذكر المصنف أن يوسف كمل الأمرين وهما الإخلاص لله والتضرع له. ويوسف، قصة يوسف هذه قصة عجيبة، لو قارنا بين المواقف
يعني لاحظوا كيد الإخوة ليوسف، أنقذه الله منه بالإلقاء في الجب، وكيد النساء أنقذه الله منه بدخول السجن. وهذه فيها عبر، أن بعض ما يراه الناس في الظاهر أنه بلاء فهو نعمة من الله عز وجل. فلو بقي يوسف مع إخوته وكان صغيرا وكانوا جمع وكانوا أشقاء وهو ليس بشقيق، لربما تآمروا عليه وآذوه، والله عز وجل صرف عنه هذا الكيد بإلقائه في الجب ثم يخرج بعد ذلك وينتقل إلى بيت العزيز ويتعرض للفتنة الثانية، وهي فتنة هذه المرأة، فينجيها الله عز وجل من كيدها ومن كيد النساء بالدخول في السجن، إلى أن يخرج بعد ذلك ويمكن الله عز وجل له في الأرض من السجن إلى التمكين. فكم لله من لطف بعباده، وهذه شواهد عظيمة للطف الله عز وجل بعباده. وإن الإنسان لا يكره شيء، لربما كان هذا الشيء الذي هو في الظاهر يعني بلاء، أراد الله خيرا بعبده. وهؤلاء الأنبياء والرسل كلهم كما قص الله علينا قصصهم، يجمعون دائما بين الإخلاص والدعاء لله ومقت النفس، وهذا أفضل ما يكون. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي. يعترف بنعمة الله وبذنبه، ولا يزال المؤمن بخير ما اعترف بذنبه وعرف فقره ولجأ إلى الله وتوكل على الله. والفتنة عندما يظن بنفسه الظنون وأنه محسن وأنه في عصمة، فهذا هو الهلاك. فلا بد أن يستشعر المسلم أنه فقير لله، وأنه ليس ببعيد عن الفتن، وأنه عرضة للفتن إلا بتوفيق الله، ثم يلجأ إلى الله وهو مستشعر خطورة الأمر. لا يدعو الله يعني باللسان وقلبه يحدث بأنه في بعد عن الفتنة، لا بد أن يتواطأ القلب مع اللسان، وأن يستشعر الإنسان أنه عرضة للفتن، وأنه ليس ببعيد عن الفتن، وأن من وقع من أهل زمانه ومن أقرانه في الفتن فإنه عرضة أن يقع كما وقع هؤلاء. فالجمع بين هذين الأمرين فيه العصمة. ولهذا أخبر ذكر المصنف هنا أن يوسف كمل الأمرين، وأنه كان لديه تضرع عظيم مع الإخلاص لله عز وجل. قال: فحفظه الله حفظا كاملا من الشرور الباطنة والظاهرة الداخلية والخارجية. هذا القصص العجيب في حفظ الله عز وجل ليوسف منذ أن كان صغيرا إلى أن بلغ سن الرشد والقوة، إلى أن مكنه الله عز وجل. وآخر السورة وآخر القصص يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالح. بعد هذه الفضائل العظيمة ما خلد إلى الأمر وقال أنا مكنت وأنه بعيد عن الفتنة، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا كقول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الأنبياء والرسل يمن الله عليهم بتجنب الزنا والشرك ويعدون هذا من النعم ويسألون الله أن يجنبهم هذه الفتن، فكيف بغيرهم فيما هو دون ذلك وفيما هو أعظم؟ فإن الإنسان عرضة للفتنة بالشرك وما دونه من الفواحش والمعاصي وأكل الحرام والوقوع في الفتن. ولكن هذه الفتن متنوعة، يعني كثير من الناس يظن أن الفتنة واحدة، كلما انتهت فتنة جاءت فتنة بوجه آخر، وكلما جاءت فتنة قال المؤمن هذه يخاف منها المؤمن ويأمنها المنافق.
وكلنا نعلم ما كنا فيه من زمن ماضي ما كانت هذه الفتن موجودة، وكانت هذه الأجهزة يعني قليلة، وكانت أصبح المباني دلائل على وجود جهاز وأن صاحب هذا البيت لديه فتنة في بيته. الآن أصبحت الأمور مستورة، الفتنة في جيب الشاب والشاب ومستورة، يستطيع أن يزاولها في أي مكان. وحتى هؤلاء دعاة الفتن والوصول إلى النساء أصبحوا يصلون إلى من يريدون من النساء بدون عناء عن طريق هذه الأجهزة والعياذ بالله. فهذه الأجهزة أصبحت وسائل عظيمة في الخير والشر، قد تستخدم في طاعة الله وفي تذكير الناس، وقد تستخدم في المعاصي والفواحش. ولهذا استعان بها الصالحون على عبادتهم، واستعان بها المفسدون على معاصيهم والعياذ بالله، وهي حجة عليهم. ثم ذكر قال الله يقص علينا قصص أنبيائه ليكون ذلك عبرة لنا. والعبرة هنا أن كل من له حظ من الإخلاص والدعاء والتضرع فله حظ من حفظ الله وصيانته. يعني لم يقص الله علينا القصص للتسلية، وإنما قصص للعبر وللاعتبار. وكم في هذا القصص من العبر لو تأملها الناس، الوقوف عند هذه الألفاظ وهذه الأخبار التي يخبر الله عز وجل عنها، فيها عبر ومواعظ للناس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد تضمن هذه المعاني الجليلة الدعاء الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمته بفعله وقوله، وهو: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فتضمن الاستعاذة من الشر الداخلي وهو شر النفس، والشر الخارجي وهو شر الشيطان وحبائله وأشراكه. ومن غايتي الشر وهما أن يقترف العبد سوءا يجره إلى نفسه أو يجره إلى أخيه المسلم. فمن أعاذه الله من هذه الشرور فقد أعاذه من أسباب الشرور ومن غاياتها، وألبسه ملابس العافية والسلامة والتوفيق. ذكر المصنف قال تضمن وقد تضمن هذه المعاني الجليلة، يعني الدعاء والتضرع لله عز وجل، هذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء عظيم فيه تضرع لله وتوسل إلى الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم بمعنى يا الله، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. توسل إلى الله بعظم قدرته على الخلق وبعلمه للغيب والشهادة، لأن الإنسان لا يعلم من حاله إلا ما هو فيه، والله مطلع على الغيب وعلى ما في المستقبل من الفتن، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك. وهذا فيه ربوبية الله لكل شيء من العصاة ومن غيرهم ومن كل أسباب الشرور، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، توحيد. وإعلان هذه الشهادة العظيمة التي هي سبب للنجاة، لأنها إخلاص كما تقدم، فإن الإخلاص سبب للنجاة. ثم بعد هذا التوسل لله عز وجل بهذه الأسماء، الاستعاذة بالله: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وضبطت وشركه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. قال الإمام ابن القيم: الشرور ترجع إلى هذين الشرين، شر النفس وهذا شر داخلي، وشر الشيطان وهذا شر خارجي. وشر النفس هي هذه الشهوة والرغبة
وهذه الشهوات مدارها على شهوات عظيمة، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة اللسان. فعامة الناس يقعون في هذه الأمور، شهوة الطعام وجمع الأموال من أجل الطعام، وشهوة الفرج التي تورث الوقوع في هذه الفواحش، وشهوة اللسان الكلام، وهو من أخطر الشهوات. المجالس التي تدار ساعات طويلة، السهرة عند فلان والجلسة عند فلان، وهذه تسلية وهذا ترويح، كل هذه المجالس مشهودة، تشهدها الملائكة، يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه شهوة النفس. شهوة الشيطان وشر الشيطان ومن شر الشيطان، والشيطان مأخوذ من الشطن وهو الخروج، ولا ينبغي أن يظن أن الشيطان هو ما كان من جنس الجن، لأن الشياطين من الإنس والجن، ولهذا قد يكون شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، لأن شياطين الجن هناك تحصين، إذا حصن الإنسان نفسه لا سلطة لهم، لكن شياطين الإنس يأتون في صور لا يشعر بها الإنسان، ما يعرف أن شاب جاءه شاب بسيارة فاخرة وقال يعني اركب معي نذهب نتمشى ونذهب إلى كذا، قال أعوذ بالله من شر هذا الشاب، ما يحدث نفسه بل يقول جزاك الله خير ويدعو له، هذا ما يحدث نفسه بأن هذا عدو، لكن إلى أين نذهب وإلى أي مكان يذهب قد يذهب به إلى فتنة. ولهذا هؤلاء أشد على الإنسان من شياطين الجن. ومن شر الشيطان وشركه، شرك وهو الأمر العظيم الذي يدعو إليه الشيطان، وهو غاية منتهى مقصد الشيطان، أن يورد الإنسان هذا المورد العظيم حتى يخلده في نار جهنم. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الشيطان يتدرج بالإنسان، يعني هو لن يقنع منك بالمعصية الصغيرة ثم الكبيرة ثم البدع والإصرار عليها إلى أن يوقعه في الشرك الأكبر، فإذا أوقعه في الشرك الأكبر بعد ذلك يكون فرغ منه تماما، لأنه أورده النار وخلده فيها، وهذا الذي يريد هذا العدو. وضبطت هذه الكلمة هو شركه، والشرك هو ما يجعل لاصطياد الصيد، كأن الشيطان نسب شراكه لاصطياد الناس، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أقترف على نفسي سوءا يتعلق بي أو أجره إلى مسلم، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله الوقاية من الشرور التي ترجع إلى نفسه أو التي تمتد إلى غيره من المسلمين. قال المصنف: فتضمن الاستعادة من الشر الداخلي وهو شر النفس، والشر الخارجي وهو شر الشيطان وحبائله وأشراكه، لأنه كأنه مال إلى لفظ وشركه، وهذا أبلغ، لأن شركه يدخل فيها الشرك. قال: ومن غايتي الشر وهما أن يقترف العبد سوءا يجره إلى نفسه أو يجره إلى أخيه المسلم، يعني لا يكفي الإنسان يتجنب الشرور في نفسه بل قد يجر فتنة إلى مسلم، لأن بعض الناس قد يسلم من الفتنة لكن لربما بكلمة جر مسلم إلى فتنة. قال: فمن أعاذه الله من هذه الشرور فقد أعاذه من أسباب الشرور ومن غاياتها، وألبسه ملابس العافية والسلامة والتوفيق. ملابس هو لباس العافية، لباس معنوي، وهو أبلغ من اللباس الحسي، مثل التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى،
فيه زاد معنوي وزاد حسي. الزاد الحسي هو الطعام والشراب، لهذا يسمون ما يحمل فيه الطعام والشراب قديما مزادة، أن يتزود فيه. وخير الزاد التقوى، وفيه لباس حسي وهو ما يستر العورة وما يجمل الإنسان، لأن هذا اللباس فيه جمال. ولباس التقوى أعظم، ولباس العافية. ولهذا الشيطان الآن خاصة في هذه العصور جرد الناس من اللباس الحسي واللباس المعنوي، فعراهم عن غنى. كانوا قديما يضربون المثل للفقر بالعري، يقال فلان ضعيف عريان. الآن أصبح العراه الأغنياء، وهناك ملابس ممزقة تشترى بأغلى الأثمان لأنها ممزقة، وهذا مما تأباه الفطرة. يعني الممزق كان قديما يستحي الإنسان أن يلبس لباسا ممزقا، الآن يشترون بأغلى الأثمان، صنع على هذه الهيئة الممزق. لماذا؟ لأن هذا لبسه الكفار اليهود والنصارى. أمور عجيبة، يعني لباس لا تقبله الفطرة ولا يقبله الشرع ولا تقبله المروءة ولا يقبله المجتمع الذي نعيش فيه. وزيادة على هذا هو تشبه بالكفار، أمور عجيبة. ولهذا الإنسان لا يعجب من ذهاب العقول، يعني تعجب الإنسان أحيانا كيف تذهب العقول. هذا سبب الفتنة، أن هؤلاء ما زالوا في بعد عن الله حتى وصلوا إلى هذا الحد. وهذا طريق إلى الردة، كما حصل من بعض هؤلاء أن ارتدوا، وبعضهم الآن يدعو إلى ما يدعو إليه اليهود والنصارى، يريدون اختلاط ويريدون فجور بالنساء ويريدون حرية الزنا ويريدون حرية المخالطة. والله لو كان رجل من أعظم الناس وقوع في الفواحش، إن وقع هو في نفسه لا يدعو الناس إلى هذه الفتنة، لكن بعض الناس دعاء للفتن، يدعو إلى أن يموت ويلقى الله داعيا لهذه الفتن. وهكذا الآن وصل الأمر إلى بعض من ينتسب للدعوة والعلم فتاوى تزين للناس المعاصي وتثبطهم عن الطاعات، هذا يفتي بأن الصلاة غير واجبة، وآخر يفتي بإباحة الموسيقى، وهؤلاء ينتسبون للدعوة والعلم. إذا الإنسان ابتلي بشيء من المعاصي، كونه يعصي الله فيما بينه وبين الله خير من يدعو أن يدعو الناس إلى هذه الفتن، بعد أن استقام الناس على دين الله ونجحت الدعوة نجاحا عظيما في بلادنا وفي بلاد المسلمين، وترون إقبال الناس على المساجد وتركهم للمعازف، يأتي من يريد عادتهم فيها. بعد أن تركوا الربا والبنوك الربوية، جاء من يفتي الناس بأن الربا لا بأس به عند الحاجة. أمور عجيبة، يعني يتعجب الإنسان من عقول هؤلاء. قديما كان الرجل إذا وقع في معصية يقول والله لن أجمع بين سيئتين، بين عصيان الله وبين استباحة المعصية. الآن ليس استباحة المعصية، بل دعوة الناس إلى المعاصي بصور هذه الفتاوى، تحت مظلة هذه الفتاوى. فعلى هؤلاء أن يراقبوا الله في المسلمين، والإنسان إذا ابتلي بمعصية فيما بينه وبين الله يتوب إلى الله لا يتمادى، وإن لم يحصل منه ذلك لا يدعو الناس إلى الفتن ويدعو الناس إلى المعاصي. وكون له رأي يخالف رأي العلماء يحتفظ برأيه لنفسه. وقديما كان بعض العلماء الذين فيهم عقل قد يكون له رأي في بعض المسائل، لكن لا يفتي الناس حتى لا يعرض الناس للفتن. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل يقول هل هناك تقسيم في دلالة الأسماء والصفات باعتبار التعدي واللزوم؟ نعم، هذه في باب الأفعال وكذلك في الصفات. قالوا إن بعض الصفات تتعدى إلى الغير إلى الخلق، مثل صفة المغفرة والرحمة والعلو، كل هذه صفات متعدية. وأما صفة الحياة لله عز وجل فذكر الإمام ابن القيم أنها صفة لازمة، وذكر أن هذه الصفة الوحيدة من صفات الله التي هي لازمة، وأما بقية الصفات فهي متعدية إلى الخلق. نعم. سبحان الله. يقول السائل هل المقتدر من أسماء الله وما الفرق بينه وبين القادر؟ نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم. والقادر الاسم الثابت القدير، وقد يرد مورد الخبر، فباب الأخبار أوسع من باب الأسماء. نعم. سبحان الله. يقول السائل إذا قال الزوج لزوجته أنت مثل أختي هل هذا يدخل في الظهار؟ هذا فيه إجمال، إذا أراد الظهار نعم، إذا شبه الرجل زوجته بأمه أو بأخته فهذا ظهار، ولكن إذا أراد قال مثل أختي يعني في مقام أنه ناصح لها، لأن بعض الرجال قد يقول لزوجتي أنت مثل أختي، يقصد أنه كما لا يرضى الضرر لأخته من النسب فهي زوجة. فهذه الكلمة فيها إجمال، وما أذكره هو من بيان الحكم المطلق. أما إذا كانت هناك حادثة معينة وأن رجلا تلفظ بهذه الكلمة لزوجته فعليه أن يرجع إلى أهل العلم ويستفسر، ما نتكلم كلام عام مطلق. أود التنبيه لأنه بعد انتهائنا من هذا الكتاب وما بقي في كتابنا هذا إلا القليل، نبدأ إن شاء الله بقراءة صحيح مسلم رحمه الله، وهو كتاب عظيم كما تعلمون بعد صحيح الإمام البخاري. وسيكون الدرس يعني في هذا الكتاب والوقوف عند فوائد هذه الأحاديث العظيمة، وهي كلها صحيحة كما أطبق علماء الأمة على صحة الصحيحين. وبعض أهل العلم فضل صحيح الإمام مسلم من حيث الترتيب ومن حيث التقسيم، ونبدأ به لسهولته، وإن كتب الله عز وجل في العمر بقية بعد الفراغ منه نرجع إلى صحيح الإمام البخاري. ولأن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر الآن هو في شرح البخاري، فنبدأ بصحيح مسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والانتفاع بهذه الدروس. وهناك نسخ معدودة يعني ستوزع على يعني طلاب العلم من كان لديه نسخة، وكثير من طلاب العلم لديهم كتاب، لديهم صحيح مسلم، فيكتفي بنسخته، ومن ليس لديه نسخة ستوزع النسخ وهي محدودة. وآمل من الإخوة الذين لا يداومون على الحضور أن يجعلوا هذه النسخ لمن يداوم، ولكن أمل من الجميع المداومة على هذه الدروس، فإن هذا الكتاب العظيم من استوفاه شرحا والوقوف عند فوائده حصل علما غزيرا لما اشتمل عليه من فوائد عظيمة في شتى الفنون، في باب العقيدة وفي باب العبادة والأخلاق والبر والصلة وسائر المسائل التي جمعها الإمام مسلم تحت أبواب في هذا الكتاب العظيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل على ماذا تقوم الأخوة والحب في الله؟
الحب في الله يقوم على الإيمان بحسب درجة الرجل في الإيمان. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحب في الله أن يكون على ما عليه الرجل من الإيمان، لأن الحب في الله لا بد له من إخلاص ولا بد من متابعة. الإخلاص أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، هذا الإخلاص. والمتابعة أن تحب الرجل على ما هو عليه من الإيمان، لأن الناس يتفاوتون في الإيمان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على بعض من يدعي محبة علي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت مع من أحببت، فيقولون: هؤلاء نحن مع علي، وهم يغلون فيه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء لا يحبون عليا على الحقيقة، وإنما يحبون رجلا يدعون عصمته وأنه يبغض الصحابة وأنه كذا وكذا. يقول: فإذا جاءوا يوم القيامة وجدوا عليا على غير ما اعتقدوا فيه، فتبرأ منهم وتبرأوا منه. وهذا مثل ما حصل للنصارى في عيسى، أحبوه على أنه إله، فإذا تبين لهم يوم القيامة أنه عبد صالح ونبي كريم تبرأوا منه وتبرأ منه. وهكذا كل من غلا في رجل غلوا يخرجه عما هو عليه من الإيمان فإن هذا من الغلو في المحبة. فتحب الرجل على ما هو عليه من الإيمان وعلى ما ترى فيه من خصال الخير، هذه هي المحبة الحقيقية، وهذه المحبة الباقية التي تبقى. نعم. أسألكم الله. يقول السائل: أيهما يقدم، من كان على اليمين أم الأكبر سنا، وهل يختلف الأمر من حال إلى حال؟ في أي شيء؟ هذا فيه تفصيل، تقديم في السلام ولا في الشراب؟ ما ذكر. ها؟ ما ذكر فيه. إذن لابد أن يفصل. نعم، هذه لها أحكام، الطعام والشراب، أنه يبدأ الأفضل، ثم من يكون على يمينه، ثم من يكون على يساره. وأما في السلام يبدأ بأول المجلس. نعم. سبكم الله. يقول السائل: ما المراد بقولهم أو بقول أهل العلم باب الأفعال أوسع من باب الأسماء؟ الأفعال أوسع من حيث أنه قد يثبت لله عز وجل من الأفعال ما لا يشتق منه أسماء، مثل قول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيها، هذه أفعال. من أتاني يمشي أتيته هرولة، والنسيان المذكور هو الترك وليس هو الذهول، فهذه أفعال. لكن لا يشتق لله عز وجل منها أسماء، يقال الماكر أو الناسي أو الماش أو المهرول أو يقال النازل أو المستوي. فباب الأفعال أوسع، لأن أفعال الله عز وجل المضافة إليه كثيرة، والأسماء هي مشتقة من الصفات. نعم. سبكم الله. يقول السائل: إذا رزق أحد الأخوة بمولود يقولون له: اللهم اجعله قرة عين لك، ما معنى قولهم هذا؟